لتفاصيل تحركات الذهب مع رائد الخضر وهو رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. مرحبا بك أستاذ رائد، كل عام وأنت بخير. أهلا بك. أهلا. بالنسبة لوضع التوقعات، يعني يقال بأن التوقعات أن الفائدة سوف تبقى كما هي، ولكن الأسواق قد تنتظر ربما أي إشارات لخطط تحفيزية جديدة. هل من الممكن فعلا أن يلجأ الفيدرالي إلى هذه الخطط الجديدة للتحفيز؟ يعني فاجأ حديث الفيدرالي يوم أمس بتمديد برنامج الإقراض للشركات، البرنامج قصير التمويل قصير الأجل من الذي كان قد من المفروض أن ينتهي في شهر سبتمبر وتمديده حتى نهاية عام 2020، هي إشارة ضمنية إلى أن الفيدرالي مستعد لتحفيز الاقتصاد بشكل أكبر. يعني برامج الفيدرالي كبيرة حقيقة، واستمراريتها هي بحد ذاتها تأكيد على أن الفيدرالي يعني يتجه إلى التيسير طريقة ضخمة جدا، سواء كان من برنامج المين ستريت أو برنامج التمويل أو شراء السندات الشركات المتوسطة والصغيرة أو الإقراض قصير الأجل وأسعار الفائدة المتدنية عند مستويات الصفرية. كل هذه البرامج هي إشارة ضمنية، إضافة إلى التحفيز المالي الذي يأتي من الحكومة والخطة الجديدة أو الحزمة الجديدة بتريليون دولار والتي يتم تمريرها الآن. كل هذا يدعم ويدفع الاقتصاد إلى التحسن لحظيا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. ممكن أنه شاهدنا بعض التحسن في بيانات الـISM مديري مشتريات لقطاع التصنيعي، وكذلك لمستويات التضخم التي ارتفعت إلى 16% من 0.1%، ولكن حتى الآن لا يوجد تحسن يعني يظهر استدامة. حتى البطالة تراجعت من مستويات 14% إلى مستويات 11%، ولكن هذا لا يعتبر كافي حتى الآن، لأنه يتم مكافحة الآثار المباشرة لفيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي، وخطة التحفيز هي بمثابة تعويض للأجور وتعويض لفقدان السيولة المتأتية من مبيعات إضافية، بدلا من أن يكون هناك يعني نوعا ما إحياء أو إنعاش للقطاعات الضعيفة. لا تزال القطاعات المتضررة بالإغلاقات الحكومية أو نتيجة تغير عادات المستهلكين يعني إيراداتها ضعيفة، والبوتنشل أو المتوقع منها كبيانات اقتصادية سيء، على رأسها بوينغ التي ننتظرها اليوم والتي من المتوقع أن تظهر أيضا تراجع في أو خسارات في السهم تصل إلى 4 دولارات أو بالنسبة للسهم الواحد. هذا ناقوس خطر إن صح التعبير على القطاعات المتضررة من كوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. طيب كل هذه الأمور كيف نراها يعني فيما يتعلق بضبابيط الاقتصاد الذهب وتحركاته؟ وكما رأيت رائد يعني بالأمس كان هناك نوع من تحركات تصحيحية لحقت بأسعار الذهب، اليوم أيضا نرى أن الأسعار أيضا هي ضمن تقلبات. ما الذي يحدث حاليا؟ وهل 2000 دولار قد تكون مستويات صعبة أن يحققها الذهب بسهولة كما حدث مع 1800 و1900؟ يعني هو أسبوع حافل حقيقة، أكثر من 800 شركة تعلن عن نتائجها عن الربع الثاني من هذا العام خلال هذا الأسبوع، مع يوم الجمعة عن الأضخم. في نفس الوقت عن الفيدرالي الذي من المتوقع أن يعطي بياناته اليوم، قد يبقي السياسات كما هي ولكنها سياسات تيسيرية بشكل كبير. ما الذي يحدث حاليا أنه كان في عندنا توجه حاد نحو الذهب كملاذ آمن، وفي نفس الوقت هو بحد ذاته يعني لم يدر عائد الذهب، ولكنه على الأقل لن يكلف أموالا كما يحدث الآن بالنسبة للسندات الألمانية وبعض السندات المرتبطة بالدولار الأمريكي التي وصلت إلى عوائدها إلى المنطقة السلبية. بالنسبة للمستثمرين البحث عن ملاذ آمن، وأيضا التحوط بالذهب لأي انخفاضات في أسواق الأسهم التي دفعوا باتجاهها بنتيجة البرامج التيسيرية الضخمة والبوتنشل من الارتفاع أو المتوقع أو المترقب من ارتفاعاتها بشكل عام. بالتالي هناك مخاطرة في التوجه نحو أسواق الأسهم، يتم تغطية هذه المخاطرة من خلال أيضا توجه إلى الذهب. هذا يخالف العادات التي تعودناها أن يكون هناك توجه نحو الأسهم، بالتالي يعني رغبة بالمخاطرة وعزوف عن الملاذات الآمنة كالذهب، يمشيان الآن مع بعضهما البعض الذهب وأسواق الأسهم. بالتالي هذا يتيح الـ2000 دولار، يعني خلينا نقول هي في متناول اليد بالنسبة للذهب. وما حدث يوم أمس من تراجعات، ما هي العمليات جني أرباح؟ بقيت مستقرة أسعار الذهب فوق 1900 دولار، وعاودت فوق 1950 الآن عند 1956، ليست بعيدة عن أعلى مستوياتها عند
81، وأتوقع شخصيا ممكن مع تعاملات هذا الأسبوع أو بنهاية تعاملات هذا الأسبوع نصل إلى مستويات 2000 دولار ونتعداها بعض الشيء، والسيناريو يكون البحث عن 2100 وال 2200 دولار للأونصة. أشكرك رائد الخضر وأنت رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا على وجودك معنا.